تتواصل فعاليات النسخة الثالثة من كرنفال مربى شرقة للأحياء المائية، الذي يقدم فرصة مميزة لزواره للتعرف على جمال عالم البحار والمحيطات عبر باقة من الفعاليات الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتعريف الزوار عن قرب إلى أسرار الحياة في أعماق البحار. وتحولت المنطقة المفتوحة المحيطة بمربى الشارقة للأحياء المائية إلى محيط افتراضي مستوحى من الحياة البحرية، ليقدم للجمهور تجربة تفاعلية عبر العروض الترفيهية والمسرحية التي تحمل رسالة هادفة تؤكد على أن حماية الموارد البيئية ولا سيما البحرية مسؤولية الجميع. وللتعرف أكثر على أجواء الكرنفال قبل يومه الختامي، تنضم إلينا مباشرة من مربى الشارقة للأحياء المائية الزميلة ريم عيسى. ريم، الكلمة لك. مساء الأنوار ومساء الجمال كجمال عالم البحار. نعم، أحييكم من كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية. كما ترون مشاهدين، العروض مستمرة ومتواصلة، وحاليا في عرض مسرحي كرنفال أو عرض مسرحي بعنوان أليس في كرنفال القناديل. عمل مسرحي جميل يقدم رسالة هادفة حول أهمية المحافظة على البيئة والأحياء البحرية. حتى نتعرف أكثر حول هذه العروض، ينضم معنا في الموقع الأستاذ راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية. بداية، حياك الله أستاذ راشد، لو تحدثنا بشكل أكبر عن طبيعة هذه العروض وما الرسالة اللي حابين توجهونها للجمهور. أولا شكرا على الحضور. طبعا الكرنفال الحمد لله رب العالمين هذه السنة الثالثة على التوالي، العروض كلها تتمحور على حماية البيئة وخصوصا البحرية. الورش التعليمية اللي داخل المربى تعكس هالتوجه، في ورش متواجد داخل المربع عن المظلات اللي هي الطفل ممكن يحولها إلى قناديل البحر، وممكن أن خلال العملية هاي نفس المرشدين يقومون بتعليمه ويعطيها بعض المعلومات. في الساحة الخارجية طبعا العرض هذا الحمد لله رب العالمين حظى على إقبال كبير من الناس، وأيضا في رسالة أن نحن ما نلوث البحار، ما نلوث بيئتنا البحرية. تسع أيام مرت، باقي اليوم العاشر هو يوم غد، اليوم الأخير. كيف لاحظتوا أو كيف تقيمون حضور الجمهور، تفاعل الجمهور معاكم سواء كانوا كبار أو صغار؟ ولله الحمد رب العالمين، يعني السنة الثالثة نجاح جدا كبير، مثل ما تشوفون الحمد لله المدرجات مليانة على خير الحمد لله رب العالمين. باكر إن شاء الله نتمنى يكون نفس العدد. الحمد لله الكرنفال خذ صدى جيد، بدأوا الناس يجون هني، بدأوا يسألون، في كثير من العوائل، في بعض الأوائل يمكن العرض الخامس يجون، فهذا دليل الحمد لله أن المرب أو الكرنفال ماخذ حيز جيد. الحمد لله في صدى للناس، وهذا أهم شيء، نحن نوصل رسالة لجميع المرتادين واللي يحضروا معنا الكرنفال. الحمد لله. إذا تحدثنا عن طبيعة العروض غدا، هل راح تكون مختلفة استثنائية؟ وأيضا شو الخطة القادمة إن شاء الله؟ ان شاء الله راح نكمل على نفس العروض، طبعا راح يكون في عروض اكثر شويه يمكن في بعد صلاه العشاء ان شاء الله على المسرح الرئيسي، ولكن مثل ما قلنا السنه اللي ما حضى يعني باللغه العربيه المسرحيه راح يشوفها باللغه الانجليزيه بعد صلاه العشاء. من الحين ان شاء الله بعد نهايه الكرنفال راح نبتدي ان نحن نشتغل على الكرنفال يعني ان شاء الله. طبعا نحن هني انا اشكر جميع الفريق صراحه، واشكر ايضا هيئه الشارقه للمتاحف، دعم جدا كبير منهم، وفريق مربى الشارقة للأحياء المائية. أنا جدا أتشرف أشتغل مع الفريق، الحمد لله النتائج جدا عالية، واللي تشوفون أجدادكم يشجعنا ويعطينا مسؤولية أكبر. أستاذ راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، شكرا على جهودكم أكيد. إذا مشاهدينا، يعني عروض مبهرة، وأيضا الأجواء، إذا تحدثنا عن الأجواء هنا، أجواء جميلة، أجواء عائلية، إضاءة، ديكور، مؤثرات صوتية جميلة، فعلا تأخذ الزائر إلى عالم آخر، عالم استثنائي، عالم الاستكشاف والخيال. وأحب أذكركم أيضا مشاهدينا أن يوم غد هو اليوم الختامي للكرنفال، والدعوة مفتوحة وعامة للجميع، وراح تستمر العروض حتى الساعة 9:30 مساء. وفي هذه اللحظات أكيد أترك الكلمة للزملاء في الاستديو. إذن كانت معنا الزميلة ريم عيسى من منطقة الخان، حيث تقام فعاليات كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية. شكرا لك ولضيفك الكريم.